سوريا تحترق وشعبها يموت. مؤتمر جنيف 2 للسلام في سوريا انطلق الأربعاء في مدينة مونترو سويسرية بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن أكثر من 40 دولة ومنظمة. هناك يعني تعهد سوري على مستوى النظام بعدم الانسحاب من المؤتمر قبل 10 أيام من تاريخ بدئه، فعمليا من المبكر جدا البدء بتنازلات أو البدء بطرح مشاريع حلول. الآن كل شخص يطرح أعلى ما لديه، وبالتالي لفتح المجال أمام التفاوض لاحقا. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمة الافتتاح أن هذا المؤتمر يشكل فرصة للتوصل إلى حل سياسي من أجل إنقاذ سوريا من أزمتها رغم التحديات الهائلة. في التحليل السياسي يعني لا يجب أن تجتمع 35 دولة أو غيرها من أو عدد ما من الدول ولا تخرج بنتائج ما. ماذا يعتقد السوريون؟ وهل حقاً يعتبرون أن هذا المؤتمر هو خشبة الخلاص؟ أنا شخصياً كسوري ما كثير متوقع من هذا المؤتمر، لأنه هو مؤتمر قادة العالم أو 40 دولة مجتمعين فيه عم يتحدثوا عن سلام، بس رب السلام منه موجود بيناتهم ومنه حاضر، وهنا عم يفكروا أنه هنا قادرين يعملوا سلام، لكن أنا إيماني بيقولي أنه إذا كان إلهنا منه حاضر في وسط هذا المكان وهو اللي أعطى السلام مش رح يكون في سلام، بس هيدا التوقع الشخصي. بس بالنهاية بضل الواحد بيقول بلكي هالمرة بتزبط، بلكي جنيف، بس شكلها ماشي لجنيف 3. هلا أنا ما كتير يعني بالسياسة بفهم، أنا ما متوقع أنه بس في جنيف 2، يعني في 2 3 4، يعني ما بعرف شو بده يصير. اجتمعوا لكل الدول حتى يفكروا في سوريا والشي اللي عم بيصير، الحقيقة مو بس بسوريا، بالشرق كله شي حلو، إن شاء الله يصلوا لنتيجة. عينة صغيرة قبلت الحديث معنا وتحفظ الكثيرون وقالوا شو بدك ياني ما ارجع على سوريا؟ لسه ما كثير مبين في امل، يعني هي كعكه وعم يتقاسموها يعني، وان شاء الله خير ان شاء الله. قعدتهم بحد ذاتها على الطاوله وحده على الحوار اكيد رح يصلوا ان شاء الله. منقول لبنان وسوريا بلدان توأمان تربطهما علاقات قديمة فيها الكثير من المد والجزر. التلاقي الجغرافي أو الجغرافيا السياسية بين لبنان ومحيطه لها تأثيرات وعوامل، وهذا أمر معروف كما جميعا نعلم، وتاريخيا هو موجود. بتدفق النازحين السوريين لديه انعكاسات يعني قوية جدا، بالإضافة إلى أن هناك صم أذان من المجتمع العربي والدولي عن ما يعانيه لبنان جراء هذا النزوح السوري، وهذا ما حمله فخامة الرئيس ميشيل سليمان إلى مجموع الدول المانحة بأن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل. نحن فعلا بخطر الانفجار الكبير. انفجارات واغتيالات تجعل اللبنانيين يعيشون رعب اللحظة القادمة، فهل لهذا الفراغ الأمني أي ارتباط بالأزمة السورية؟ أقول أن اللبنانيين أعصى على الفتنة من الجوار. اللبنانيين تعلموا، جربوا الحرب ل30 أو 40 أو 60 سنة، بالتالي ليسوا مستعدين مجدداً للخوض في تجربة حرب جديدة. لكن هذه التفجيرات طبعاً وهذه الاغتيالات السياسية هي اغتيالات خطيرة، وهي تهدد هذا الأمن اللبناني، والمسؤولية أولاً وأخيراً تقع على عاتق الأجهزة الأمنية الرسمية. ما هي سياسة النأي بالنفس؟ ولماذا هي مهمة؟ لا بديل عن النأي بالنفس، لا نستطيع أن نعلن صراحة انخراطنا في دولة، في قتال داخل دولة أو في نزاع داخل دولة تربطنا فيها معاهدات ما. هذا مجلس النواب اللبناني، قد نوافق وقد لا نوافق، لكن مجلس النواب اللبناني أقر مجموعة من التشريعات والقوانين والمعاهدات التي تقول بأخوة وتعاون وتنسيق، والحياد هو الحل الأمثل. بطلب يحلوا الأزمة يعني بأسرع وقت، لأن العالم صارت تضطر، يعني مثل ما عم نشوف على اليوتيوب عم ينزل شغلات مثلا عم نشوفها يعني ما لها إنسانية أبدا، يعني جرائم، ذبح، قتل، يعني يتحملوا بعض لحتى ترجع الأمور طبيعية للبلد يعني، وبكفي دم. بطلب من الطرفين اللي هن عم يقولوا أنه عم يمثلوا الشعب السوري أنه عن جد يمثلوا الشعب السوري، بدل ما نحكي بنقل سلطة وبهيدي الأشياء. الشعب السوري هلأ محتاج، الشعب السوري هلأ عايش وقت ضيق، الشعب السوري عم يموت. يعني مترجاكم أنه تخففوا عناتكم، يعني مترجاكم أنكم تحسوا فينا، مترجاكم أنكم ما بقى تفكروا بحالكم، فكروا بالشعب.